اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شايفين مكملين حوارنا مع طبعا ابطال رابع العالم، ابطال مصر في الكره الطائره جلوس ورابع العالم. وبالنسبه للكره الذهبيه دي كره يعني في الاتحاد الدولي ما بيديش كؤوس للكؤوس الفرديه، بيدي الكره الذهبيه. وحصل على احسن استقبال في هذه البطوله. وعلى فكره الكباتن المنورين في الاستوديو كل واحد عنده كره واثنين وثلاثه في البيت، بسم الله ما شاء الله، لعيبه يعني على مستوى عالمي. انضم لنا حسام مسعود نجم الفريق واحسن استقبال في بطوله العالم اللي فاتت. اهلا بيك كابتن حسام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وجاي النهارده جاهز بتيشيرت النادي الاهلي؟ اه طبعا طبعا. حضرتك عارف انت اهلاوي وجاي، يعني مفيش هزار. بحكي لحضرتك دايما، احنا اصحاب، وبحكي لحضرتك دايما عن اهلاويتي السوشيال ميديا. يعني يمكن اول مره نلتقي، ولكن انا طبعا متابع على طول اخبارك على السوشيال ميديا. اكيد يشرفني. مبروك على طبعا يعني الكاس ده او الكره الذهبيه دي، احسن استقبال صح؟ اه الحمد لله. وليها طبعا حكايه يعني. يلا هنحكي. اتفضل بعد اذنك. بسم الله الرحمن. طبعا سعيد جدا جدا ان انا النهارده في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك وطبعا وزمايلي. انا اصلا في المنتخب تقريبا بقى لي 20 سنه الحمد لله. ما شاء الله. من الجيل القديم مع الكابتن هشام طبعا والكابتن سيد. انا طبعا بلعب صانع العاب اصلا. فحصل ظروف زي الكابتن سيد ما قال، الليبرو بتاعنا مع المنتخب الكابتن عبد النبي فما حضرش. فقرر الجهاز الفني ان انا اسيب البوزيشن بتاعي الاصلي صانع العاب، وان انا العب مركز الليبرو. صعب قوي دي. فمتخيل حضرتك صانع الالعاب ده عامل يعني ايه زي حاليا قفشه، فهتقول له ايه روح العب مكان محمد عبد ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم. فمتخيل الاختلاف الكبير. ده فكر وده لعب وده طريقه واسلوب حقيقي. طبعا ده اختبار كان اختبار كبير. انا تقريبا ما حصلتش على اي جائزه عالميه فرديه قبل كده في مركزي اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله متميز فيه. وعلى المستوى المحلي انا تقريبا 7 أو 8 سنين افضل صانع العاب في مصر متتالي. بسم الله ما شاء الله. طبعا كان اختبار كبير، ساعدني بقى في كده زمايلي اللي موجودين بدعمهم، وطبعا والجهاز الفني ان احنا واثقين فيك وان شاء الله مش هيبقى في فرق. لان طبعا الكابتن عبد النبي افضل ليبرو في دوره الالعاب البارالمبيه اللي فاتت في طوكيو. فعلا. فانت داخل على اختبار كبير جدا. كبير. كمان منافسه مش بس مع الفرقه الثانيه، مع فرقتك نفسها. مع فرقتي. ما هو كابتن عبد النبي مش موجود. مش موجود في البطوله. انا انه قبل كده اتعمل، يعني انت بتعمل كومبيتيشن مع تاريخ ومع حاضر ومع كل شيء. اكيد. طبعا كان دايما زمايلي بيكلموني ان شاء الله هتشيلنا، لان الليبرو ده عامل زي القشاش ورا بيلم كل حاجه. طبعا. بدانا طبعا مباريات كانت طبعا صعبه جدا، يعني والله العظيم بجد ال 25 يوم اللي احنا عسكرناهم بدون مباراه دوليه قبل السفر. رحنا هناك بنسابق الزمن في مستوى، في ان انت عايز تجمع، في ان انت في ناس غايبه وعايز تدخل ناس جديده مكان الناس اللي مش موجوده. انا بلعب في بوزيشن مختلف، عايز اخد على الناس، مين اللي جنبي، مين اللي هشيل جنبه، مين اللي استقباله كويس فانا معتمد عليه. حاجات كبيره جدا كنا محتاجين. حسابات كبيره. كمان لو حطيت لكم المانيا في دور الثمانيه. طبعا عشان يعني خلينا نقول كان هم فاكرين كده بيخدموا المانيا. طبعا. يعني خلينا المانيا جايه احنا مخصوص طبعًا. بصراحه عشان يعني تطلعنا. الموضوع كبير جدا. انت كمان يا كابتن هيثم، احنا لعبنا 8 مباريات في 7 ايام. صحيح كابتن سيد قلت لي انت لعبت مباراتين في يوم. أيوة. لا سيد في لا ما هو ماتشين ودي. ده ودي. كان ودي في يوم. الودي ده على جنب، احنا بنتكلم على الرسمي. الرسمي في الكومبيتيشن. في الكومبيتيشن لعبت 8 مباريات في 7 ايام. طب يبقى كده في ماتش لعبته يوم، لعبته ماتشين. معروف ان بعد كل دور لازم تاخد يوم راحه عشان الفرقه. في 8 ايام. طب الحال ده كان علينا يا دكتور ولا على كل الفرق؟ لا هو على كل الفرق. بس هو بيختلف في حاجه برضه. زي اتفضل يا كابتن سيد. هو المعيار المعيار الاعداد للفرق. هل انت عملت استعدادك البدني الكامل للمعسكر ان انت تلعب كل يوم ماتش؟ دي بقى فرقت معانا احنا في ماتش البرازيل للاسف. صح. احنا جينا في الاخر خالص البدن عندنا غصب عندنا طبعا. البدن عندنا قل جامد من بعد ماتش المانيا. صحيح. من بعد ماتش المانيا ان احنا عملنا ماتش المانيا. بس انا بحييك انت بتعترف بده. لا ما هو ده دي الحقيقه اللي حصلت لنا. مش ينفع نكذب. مش هينفع. بحييك انت بتقول فنيين كنا كويسين، لكن نادر لما تلاقي لعيب يقول كده. احنا في اقل من شهر الجهاز الفني عندنا عمل حاجه عمل يعني تركيبه كده يعني غريبه شويه، اللي هو عايز يدخل البدني مع المهاري كله مع بعضه مره واحده. مستحيل. مفيش وقت. مستحيل طبعا. فهو كان بيضغط علينا واحنا طبعا مستحملين، احنا عارفين ان مفيش وقت. فدخل البدني مع المهاري والحمد لله برده كنا موفقين. بس هو البنزين من بعد ماتش المانيا بدا خلاص بقى ان هو يعني لا بنزين ايه ده عملته. لا خالص. إيه اللي بقى خالص المجهود اللي بذل في ماتش المانيا كابتن هيثم. مش قادر اقول لحضرتك احنا طلعنا فيه كل حاجه، لان انت يا تخش في المربع الذهبي يا تلعب بقى من الخامس للثامن وكانك ما عملتش حاجه.